يا سيدنا صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي.
الله اكبر. عايزين بصمات الشيخ حجيه. الله اكبر. ما شاء الله. كانت عندنا في ابو قرقاد زمان، هذا 10 سنين. الله. الله جميل حلو الله الله اكبر حلو الرفاعه ايديها مولانا والنبي كمان صبر شويه الله يبارك لك عليك الله الله يبارك لك والله جميل ما شاء الله الله اكبر الله يفتح عليك لا احنا على السكه الحديد اصلا اكسبريس عليك انت كافي الكاميرا بتصور سرناه ولا تجيب شيء اقول لك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الله اكبر يا سيدنا ده بعض يتعب معانا ربنا يكرمك الله اكبر نعم يا سيدي نعم تحيا بكم كل ارض تنزلون بها لانكم لبقاع الارض امطار ضيف تعليق نعم الله رحمة عباس جميل رحمة عباس نو حلو ده الصعب كله ما يفتح عليك يا حاج يبقى هنا يا مولانا عم معاون النصار سلمنا على معاون افتح عليك يا سيدنا والذين كفروا اولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات سلم يا رب معاون أولئك أصحاب يا رب ألم تر إلى الذي يقال
حضرة النبي. ما شاء الله. عايز احمد عباس. ربنا يكرمك. ايوه عباس. نور عم احمد ابو محرم حبيبي. جميل. يا حاجة انت على السلم الحديد مش عايزين الكرات تعدي تاني. ان قال ابراهيم اعمل لك حظر احمد عباس دلوقتي. انا مش عارف والله. يا عم حامد جميل يا سيدنا. الله يفتح عليك. صلوا على سيدنا النبي. الله يا كريم. وعليك يا عم حامد. نحميك يا مولانا. أنا قال إبراهيم ربي الذي الله يا عم الحاج. الله يا سيدنا. صلوا على الحبيب. حلوة البصمة بتاعتك. يفتح عليك. قول أنا أحيي وأميت. جل جلال. نعم. يا سلام. قول البوار الله يكرمك على مجهودك يا سيدي. اللي يجيب عربه زي دي سيدنا يقول له عاوز. الله اكبر. والله لا يهدي القوم الظالمين.